انطلقت على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية والمطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط البطولة الدولية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية. والذي يشهد مشاركة دولية واسعة من فرسان عدد من الدول العربية والأجنبية إلى جانب مصر. وتأتي البطولة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لرياضة الفروسية بما تملكه من قلاع رياضية متخصصة في هذه الرياضة. وقد تبارى الفرسان على ملاعب الوادي ذات المقاييس الدولية والتي أسهمت في إبراز مهارات الفرسان في قفز الموانع ورفعت درجة التنافسية بينهم. مكان مجهز ان هو يستقبل احسن بطوله دوليه في الدنيا. النهارده انا عايز اعمل اولمبيك جيمز، انا هلاقي ملاعب فروسيه خلاص. عايز اعمل بطوله عالم، انا عندي ملاعب فروسيه. التنظيم والملاعب والارضيات وكميه الملاعب الموجوده والحاجات اللي متطوره، يعني معمول حاجه فوق الوصف. البطولة معمولة بشكل هايل بصراحة، يعني من أول الانترنس من برا خالص، من على الشارع، التجهيزات كلها، الأراضي كلها متجهزة على أعلى مستوى، دايما معمول لها مانتننس كويس جدا، مدين لنا الأوبشنز إن إحنا يبقى عندنا كذا أرض نشغل فيها مش أرض واحدة معينة. البطولة نفسها لذيذة جدا، دمها خفيف، ناس مشجعة، الكل مبسوطة، ودي حاجة بالنسبة لنا مهمة جدا. الاستبلات هايلة. وقد أبدى الفرسان ارتياحهم الكبير للتجهيزات التي وفرتها لهم اللجنة المنظمة للبطولة، خاصة فندق الإقامة الموجود داخل الوادي والذي وفر لهم الأجواء المناسبة للراحة وأتاح لهم وقتا كافي للتدريب. The whole accommodation is top. There are 7 arenas and there's always time and space to flat work your horse and the stables as well. They are very fancy. Egypt is a lot different than I expected. It's a lot more beautiful and the facilities are definitely one of the best I've ever seen. And they treat their horses very well in Egypt, which I'm really glad to see. I was very lucky to be invited here and it's been a great experience. Everyone has been so amazing. The venue is fantastic. The service is really equal to that of any international show that I've been to. The arena is nice and big, the equipment's fantastic. Genau, die Bedingungen sind super. Es gibt mehrere Reitplätze. Das heißt, es sind nicht immer zu viele Reiter auf einem Platz. Es ist ganz viel Platz für alle. Jeder ist super freundlich und hilft. The show arena is very big and this hotel is very big and it's a great event and the show. I love this place. I love Egypt. And thank you. اهتمام مصر بالرياضة الفروسية يتجلى في امتلاكها منشآت رياضية ذات مقاييس عالمية وفي مقدمتها وادي الفروسية الذي يملك كافة مقومات وعناصر إنجاح البطولات المقامة على أرضه سواء دولية أو محلية.